اغلب المشاكل اللي تصير بالطياره يكون سببها الاطفال. مثلا الياهل المستانس مسافر ما ادري شكو بس يرفس بالكرسي اللي قدامه، تروح تكلم الابو يا اخوي ما يصير ما يخالف تعبت انا قاعد يرفسون فيني. ما عليه يا هال طوف طوف. مهما كان يا اخوي لازم تعلم عيالك الادب، لان الادب شيء مهم بكل مكان. يعني اذا ما علمتهم انت من بيعلمهم؟ اخوي تكفى علم عيالك، والله علمهم ما يصير احنا تبينا نموت برجوت. ولا اذا كان بالطياره طبعا الكل يبي يستخدم الشاشه شلون؟ زي هي تاتش والله تاتش ما يصير تاتش يعني لمس. اغلب الناس لما تسافر تبي تستانس، هدفها الوناسه، بس ما يصير بعض البنات الله يحفظهم لما يدشون الطياره يقلبونها حفله. مريوم قاعد تسمعينها الاغنيه ما تفوت ناس جديده عجيبه والله عجيبه يا الله. مريوم بس حلوه. لازم نحترم الكل، الطياره في النهايه مو طيارتنا.